فتاة غيرت حياتها من خلال مبادرة مناظرة، وجدت الطريق الصحيح. أنا شخصيا فخورة بها جدا. هي الإعلامية إسراء الشيخ، فلتتفضل. لا سبيل للتغيير دون التعليم. تعالوا معي جميعا إلى هذا المشهد. صديق لي صحفي في يوم من الأيام قام وأجرى لقاء مع أحد المنتمين لحزب أردوغان وسأله سؤالا. طبعا هذا الشخص كان قد انشق قبلا من حزب أربيكان، فقال: لماذا انشققت عن أربيكان؟ ألا تحبه؟ طبعا نحن العرب دائما من رحول الموضوع بسرعة للعاطفة، ما عندنا مسألة العقل. هذا الرجل أجاب إجابة ملهمة وفي نظري قوية، قال: على العكس، بل أعشقه وهو ملهمي، ولكن أردوغان هو رجل المرحلة. لما ذكرت هذه القصة وما علاقتها بالتعليم؟ ضلكم متذكرينها لتعرفوا بآخر الحديث. نحن الجيل العربي قد نشأنا على سنوات طويلة من النكبة والاستبداد والظلم، حتى اعتقدنا جميعا أن جل مشكلتنا تكمن فقط في أنظمتنا. إلى ما قبل الأربع سنوات قامت الثورات العربية فأسقطت أنظمة وحكام ورؤساء وحكومات، وقامت حكومات ورؤساء جدد. ولكن ما الذي حدث؟ أطلب منكم أن نكون صادقين مع أنفسنا ولو للحظة. ألم ندرك نحن الشعوب العربية أننا ما زلنا غير قادرين على إنتاج شباب ومجتمعات تستطيع أن تتعامل مع المتغيرات السياسية؟ ألم نكتشف أننا ما زلنا شعوب تعيش في بئر النعرات الطائفية والعرقية والحزبية؟ ألم نكتشف أننا ما زلنا شعوب لا نفقه معنى الحرية، وهي ليست سوى شعار نتغنى به دون أن نعيش روحه وندرك معناه؟ وللأسف أننا قمنا بإنتاج أنواع جديدة من العبودية لأشخاص وجماعات وحزبيات وأقليات وما إلى ذلك. أريد أن أسألكم سؤالاً. لدينا فكرة وشعور وسلوك، برأيكم أيهم الذي يوجه الآخر؟ هل الفكرة تسبق الشعور أم الشعور يسبق السلوك؟ فكروا للحظة. علم النفس الحديث ما الذي اكتشفه؟ اكتشف أن الفكرة التي ترسخ في معتقداتنا هي التي ينتج عنها شعور معين، وهذا الشعور هو الذي ينتج عنه سلوك معين. نأتي إلى أمثلة جدا بسيطة في عالمنا. تخيل أنك أنت لديك فكرة عن فئة معينة، هذه الفكرة أقلية، هذه الفئة أقلية، متخلفة، لا تفقه، متطرفة. ألا ينتج لديك شعور بالكره اتجاه هذه الفئة؟ ألا يمكن أن ينتج عن هذا الشعور وهذه الفكرة سلوك سلبي اتجاه هذه الفئة، ويمكن أن يؤدي إلى إقصائها بل وإلى قتلها؟ أعتقد أنكم جميعاً ذهبت أفكاركم لتلك المشاهد التي نشاهدها في عالمنا. إذن ما نحتاجه هو إصلاح منظومة أفكار كاملة. ما السبيل إلى ذلك؟ لا سبيل للتغيير إلا بالتعليم. والدي معلم ومشرف تربوي الآن، أخبرني ذات مرة كلمة عظيمة. قال لي: أنا أتعامل مع أي طالب يأتيني أنه لا يعرف شيئاً، وأنا واجبي أن أعلمه كل شيء. بل قال ما هو أعظم من ذلك، قال: الطالب الذي يأتيني هو بمثابة مشروع لغرس الأفكار والمعتقدات والسلوكيات إضافة إلى العلوم بشتى أنواعها. إذن
من المدرسة أنت تستطيع أن تعلم الطالب مفهوم الحرية، من المدرسة أنت تعلمه مفهوم الكرامة، من المدرسة تستطيع أن تعلمه احترام الآخر، ومن المدرسة تستطيع بكل بساطة أن تجعله يمارس كل هذه المفاهيم التي يتعلمها. ومن المدرسة تعلمه النزاهة، أليست معظم مشاكلنا في الفساد المالي؟ لست أنا وحدي من نظر إلى التعليم كأولوية، هنالك مشاهد من التاريخ. سنغافورة عام 1965 كانت تعد في مقاييس الدول ليست دولة، لأنها لا تملك أي مقومات لقيام الدولة، لا ثروة، لا زراعة، لا نفط، بل هنالك ما هو أسوأ من ذلك، كانت تتكون من خليط سكاني غير متجانس إطلاقاً. تخيلوا إحنا لو في دولنا العربية الآن أي دولة فيها خليط سكاني أعراق وطوائف مختلفة، شو اللي راح يصير؟ أنا بحكي لكم ببساطة، حرب أهلية. لكن سنغافورة نظرت إلى الأمر بطريقة أخرى ودأبت للتغيير، وحين قررت التغيير أول ما قامت به حكومة سنغافورة أن نظرت إلى التعليم كأولوية، فقامت بتغيير جميع المناهج التعليمية، نسفت كل ما لديها من مناهج، وقامت بإرسال البعثات التعليمية كذلك، إلى أن وصلت بعد سنة وراء سنة في عام 2013 سنغافورة تعد المركز التكنولوجي والعلمي الأول في المنطقة. نأتي إلى ماليزيا عام 1981، ماليزيا كانت تعد من دول العالم المتخلفة جدا، إلى أن جاء مهاتير محمد ووضع أولوية التعليم نصب عينيه، فماذا فعل؟ خصص أكبر ميزانية في الدولة وأكبر نسبة للتعليم، ومن ثم ماذا؟ طبعا هذه النسبة ذهبت إلى أين؟ لتطوير المناهج، لفتح المدارس، ولإرسال عشرات وعشرات البعثات العلمية، واستقدام المناهج الحديثة والعلوم الحديثة، بل فعل ما هو أعظم، أن فتح أكبر جامعة إسلامية في العالم. هذه الجامعة الآن هي بمثابة تعد بالترتيب أول 500 جامعة في العالم، وهذا يعتبر في مقياس التعليم مقياس رائع. بصراحة، ألم يسأل البعض منكم نفسه الآن، إذا نحن نعود لمشكلة الأنظمة؟ لأن التغيير في هذه الدول بدأ من رأس الهرم كرئيس وحكومة. أنا أقول ببساطة لا، هنالك وسيلتين للتغيير، تغيير احتشادي يبدأ من رأس الهرم، وتغيير تراكمي، أنت تراكم حتى تصل إلى القمة. وهنالك مثال وتجربة عظيمة، تركيا. ما الذي حدث في تركيا؟ قبل أن أود أن أسأل سؤال، هل منكم من يعرف من هو الذي أنشأ أول مصنع لصناعة محركات الديزل في تركيا؟ وبسببه تركيا الآن تعد من الدول التي تصنع السيارات. هل منكم من يعرف؟ لا. طبعا هذا المصنع اسمه أيضا لا. هذا المصنع اسمه مصنع المحرك الفضي، أنشئ عام 1960. الذي أنشأ هذا المصنع، وحتى الآن طبعاً هو يصنع أكثر من 30,000 محرك في السنة، من أنشأه رجل ملهم جداً، هو نجم الدين أربيكان. أنا متأكدة أن معظمكم لم يفكر به. نجم الدين أربيكان، والذي انتقل من هندسة المصانع إلى هندسة الأحزاب السياسية، وأنشأ أحزاب سياسية إسلامية حتى وصل إلى رئاسة الوزراء في تركيا، لم يكن نتاج اللحظة. ما الذي أوصله؟ وحين أوصله كان قادرا بالفعل أن يتعامل مع المتغيرات السياسية. وما الذي أوصل رجل مثل أردوغان ليصبح ملهما للتغيير في العالم؟ نعود للجذور، سنة 1907 حين جاء أتاتورك وبدأ بمحاولة مسخ كل ما له علاقة بالدين والعروبة في تركيا، كان هنالك رجل من الشعب اسمه بديع الزمان النورسي. هذا الرجل أنشأ كمحاولة للمقاومة مدرسة
هي بمثابة المدرسة الإسلامية الأولى في شرق الأناضول، مدرسة الزهراء، ودأبت هذه المدرسة على تدريس العلوم الدينية والكونية معا، لأنه كان يدرك أنك لن تستطيع أن تنشئ جيل متصالح مع نفسه دون أن يكون متصالح هنالك تصالح ما بين عقله وروحه معا. لذلك لابد من التوازي بين الدين والدنيا، وهذا ما دأبت إليه الأحزاب الإسلامية في تركيا قبل أن تصل إلى الحكم. أنشأت المدارس التي كانت على قادرة على إخراج جيل يستطيع التعامل مع جميع متغيرات الدولة بمختلف مراحلها. وهنالك ما هو أعظم، أنها دخلت وأنشأت حكومة ظل في الدولة قبل أن تصل إلى الحكم، وبالتالي حين وصل رجب طيب أردوغان إلى الحكم كان قادرا على التعامل مع كل المتغيرات السياسية. إذن أنت تبدأ من التعليم، تبدأ من المدرسة. لذلك قلت لا سبيل للتغيير دون التعليم، لا سبيل للتغيير دون إصلاح منظومة تعليم شاملة وقادرة على إنشاء جيل يفهم معنى الحرية، يفهم معنى المساواة، يفهم معنى العدالة، ويكون قادر على الممارسة السياسية. ألم يقولوا سابقا العلم في الصغر كالنقش في الحجر؟ كان ذلك الموجز، أما التفاصيل فيثبته التاريخ. شكرا لكم. شكرا. إسراء الشيخ، شكرا لك. العفو. لي سؤال واحد فقط. تفضلي. هل زرتي تركيا؟ للأسف ليس بعد، لكن زرتها بقلبي وعقلي، يعني من قراءاتي لتركيا ولبسي التركي. لأنك قد استشهدتي وربما نقول الاهتمام بالمتقدم والمتأخر أيضا. هي تجربة تستحق أن نستشهد بها. أربكان ورجب طيب أردوغان. أربكان ورجب طيب أردوغان تجربة تستحق القراءة. ليس كل ما نسمع حقيقي، إذن علينا القراءة مرة واثنين وثلاثة ومشاهدة الواقع التركي، وأنا أدعوك فعليا لزيارة تركيا. نعم. وسأشرف بأن أستقبلك في بيتي. شكرا لك. شكرا. الحل في التعليم.